طيب يعني عايزة أعرف منكم طبعا من خلال دراستكم للموسيقى، إيه اللي بيميز كل آلة عن التانية؟ هو لون الصوت اللي انا بقول عليه ده، اللي اللي هو هو يعني دلوقتي مثلا آلة وترية غير غير البيانو، غير يعني مثلا التشيلو ده من عيلة الكمان، هما المفروض أربعة، كمانجا وفيولا وتشيلو وكونترباس اللي هو الأكبر دي طبعا. الآلات الوترية. اه بالظبط، كل ما الآلة ما بتبقى حجمها أكبر كل ما بيبقى صوتها أغلظ. طبعا البيانو مش آلة، يعني مش زي التشيلو أو هو آلات ده بيانو الكمان. ولا أورج؟ ده يعتبر كيبورد. كيبورد وهو نفس فكرة البيانو بالظبط، يعني انت لازم كنت تتعلم بيانو عشان تلعب كيبورد او اورجن. اكيد صح، بالعكس يعني هو الاثنين واحد كلهم. دي كيز كلها، والواحد بيتعلم سواء على ده او على البيانو، بس هي نفس الفكرة مع اختلاف ان هنا مثلا الكيبورد بيبقى فيه افق اكتر وفي اصوات اكتر وحاجات اكتر، بس يعني وسهل في التنقل غير لما تجيب بيانو كبير وتنقله في مكان لمكان.